التمر له أهمية خاصة برمضان، فشو رأيك تجربي تعملي فيه بعض الحلويات السريعة؟ أنا رح أعلمك كيف. الكريات التمرية شكلها وطعمها كتير حلو. عجني ربع كيلو تمر مع 4 ملاعق مربى المشمش، اخلطيه بالمكسرات أو الكورن فليكس أو البسكوي. خدي قطعة صغيرة وبرميها على شكل كرة صغيرة بإيدك، وبالآخر اغمسيها بجوز الهند المبروش. كمان جربي التمر بحشوة الطحينة والبسكوي. طحني بسكوي دايجستيف واخلطي معه 4 ملاعق طحينة كبيرة. شيلي البذرة من حبوب التمر واحشي ملعقة صغيرة من الخليط بداخلها. صفيهم بالصينية ورش عليهم الطحينة. من أنواع التمر المفضلة هو التمر المغطى بالشوكولا. شيل البذر من حبوب التمر، دوبي الشوكولا على النار وغطي فيهم، حطيهم بالفريزر ليجمد الشوكولا، وبعدها رش عليهم حليب نسلي وألف صحتين. ولمزيد من النصائح من الدنيا رمضان سبسكرايب وتابعينا.